السيدات والسادة، مساء الخير. شهد الإبداع المصري طوال تاريخه أسماء لامعة، رجال ونساء كتبوا في كل فنون الأدب وتركوا وراءهم إرثاً عظيماً للأجيال. في القصة والرواية على وجه التحديد كانت هناك أسماء لا تنسى ظهرت جنباً إلى جنب، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، خيري شلبي، جمال الغيطاني وغيرهم. كانت هناك على سبيل المثال لطيفة الزيات وحسن شاه وفتحية العسال، ومن بعدهم جاء جيل هالة البدري، سحر الموجي، مية التلمساني وعنايات الزيات. كل واحدة لها لونها وأسلوبها وقراؤها، وكل عام يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب دخول أسماء نسائية جديدة عالم القصة والرواية تحديداً، ومن هنا ضيفتنا اليوم. مبدعة مصرية تكتب منذ 10 سنوات بالإنجليزية والعربية روايات أثارت الاهتمام وحصدت الجوائز، وكانت الأكثر مبيعاً رغم أنها استلهمت حكاياتها من التاريخ المصري الحافل بالغموض والشخصيات المجهولة. ضيفتنا وصفها النقاد بأنها الكاتبة التي جعلت الأجيال الجديدة تعرف تاريخها من خلال القصص المثيرة لأبطال لم يكن يعرفهم أحد. ولأول مرة يقرأ الشباب حكايات اختلطت فيها الدراما بالحقائق التاريخية من عصور المماليك والفاطميين وابن طولون والحلواني الذي بنى مصر. في حوارنا مع ضيفتنا اليوم نسأل عن الرواية الجديدة في مصر، عن جمهورها، وعن التاريخ الغائب عن كتابات معظم كتابنا، والغائب أيضاً عن أعمالنا الدرامية في التلفزيون وفي السينما وفي المسرح. نسأل عن مصير الكتاب والكتابة في عصر الديجيتال وفي زمن الغلاء وارتفاع أسعار ورق الطباعة، عن القصة والرواية المصرية، عن نجومها وإبداعاتها الجديدة، عن معرض الكتاب وجمهوره ومستقبل الكتاب. حديثنا اليوم من مصر، أهلاً بكم.